لو الحكايه فيها ان فيتو تعملي ايه لو قابلتي الولد اللي انت مرتبطه بيه من الفالنتين مع حد تاني؟ لا حاجات كتير قوي. زي ايه؟ اول حاجه فيهم ان هديله الشرشه. كده اضربه هما الاثنين. انا هعدي كده قدام بس تشوفني ان هي شافتني، بعد كده اروح بقى اتعامل معاها بقى بيني وبينها بقى. بس اكيد مش هكلمها تاني يعني بعد حاجه زي كده، اصل صعبه انت تتكلم معاها تاني. ما ينفعش تطلع لهم هما الاثنين ومشي. والله على حسب، صاحبتي دي حلوه ممكن اسعد واقول لك اقعد معاها، لو صاحبتي يعني مش قد كده ممكن اقعد معاها واقول له مبروك عليك انت لبست اي حاجه، بس المهم ان انا يعني مش هتعصب قوي يعني. طبعا انا هتضايق جدا، تمام، ان هي جرحتني في يوم زي الفالنتين. طبعا انتوا عارفين ما ادراكم الفالنتين، ف هروح اسلم عادي عشان ابان تقيل بقى وكده، اللي هو خلاص مش هيهمني بقى كده خلاص ريحته خلاص، فاهم؟ هروح اسلم عليها ولو بقى مثلا ايه الواد اللي هو اللي معاها ده لو صاحبي هقول له شكرا يا صاحبي، قصدي اللي كنت صاحبي. والله ما اتحطيتش في الموقف ده قبل كده، بس لو اتحطيت فيها اخش اخدها، ولو اتكلم اضربه، بعد كده اسيبها واتكلم معاها واسيبها، بعد كده اروح اشوف واحده غيرها. والله انا مش جايب هديه ورايح اقابلها وكده عشان الاقيها مع حد تاني، بس انا لو في الحاله دي هبص لها بصه وحشه كده. ايه فالنتاين؟ انا هندسه اصلا، ما عندناش حاجات دي. والله مش هيكون لي رد فعل قوي يعني، بس ممكن اسيبهم وامشي. يعني هي قاعده مع حد صح؟ خليها قاعده مع حد وشوف اي حد قاعد، بنت قاعده لوحدها واقعد معايا وادي الهديه بعد كده وامشي كده يعني، مش هديها الهديه يعني واسيبها وامشي. والله هي كده ما احترمتنيش ومش هيبقى ليا رد فعل قوي قدام حبيبها، ده حبيبها الجديد، انا ممكن امشي اسيبها وامشي وارمي لها دي في وشها. فيتو.